Algérie, le massif du Guergour, abandonné en février faute d'effectifs, a été investi avec l'aide de l'aviation. Boubirek, village en Idègle, où les rebelles avaient installé leur poste de commandement. أقلاق يوث نتدارث يكعلقن قدرار ذك يوث نتدارث ذك ثوذرين إس القفن وهدني الخامنيس وهجارن إمزداغيس الساقي النالان يضراغن يخامن ديوث نتدارث يسنقر فرنسا وكسبواس 1956 قد طرابي اللان مقور قد قنطر في وسيف يغير الزاير بالعسكر من فرنسا بس من 29 إلى 31 مايو كسوغواس 1956 اسمي قعدة الطراب يمقرن يار العسكر الفرنسي في الجزائر أنذا يربحن غيفازن العسكر النغني والمجاهدين في العسكر الفرنسي يجيون مكان يار نتغيوانس نبني ورثيلان نتغيوانس نبني معوش أمكن يسقرنا كبغروم ويف لف قنطر في وسيف البوسلام ذا الجهة النية ذا النيق وسيف يكتسفى عن ثغيوان سنبني معوش سفاع ذا الدرث نبو بيرك أن ذا يقرد صار العسكر الفرنسا في ذا الدرث اللي تسو الدار النظامين مزيين أتسا في الدرث المزيين يكسر ذا قنطر في وقرده أتسا في قنطر في وقرده عندما يقرح الجنرال ديفور يرحف الدرثين بوبيرك يزرالي ديقان يكتران ذا الموثان يقلان ان العسكر ان فرنسا ان دي الرتسار يبومباردين ذا الدرثين بوبيرك ذا قديمس يسنقريتس يسرغين يقلان زكس يرنى يغان ذي يرقزين ذا الدرثين Thank you.
تفك العملية هي قرنسي العملية عملية الأمل والبندقية تشا خلال مكان تسدار الولاية الثالثة عندما يدينا العقيد السعمروش يخدم البيان في الدارية